المعايرة هي تقنية تستعمل لإيجاد التركيز المولي لمحلول مجهول بواسطة محلول آخر معلوم التركيز. قم بحذر بإضافة المحلول معلوم التركيز إلى المحلول مجهول التركيز حتى ينتهي التفاعل. هذا يمكنك من إيجاد تركيز المحلول المجهول. أنت بحاجة إلى استعمال كاشف حتى تتتبع تطور التفاعل إلى نهايته. يمكنك حساب التركيز المولي لمحلول حمضي أو قلوي من خلال تنفيذ تجربة المعايرة. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على كيفية تنفيذ تجربة المعايرة، وفي فيديو آخر سنرى الحسابات التي تلي هذه التجربة. التجهيزات التي نحتاجها في المعايرة هي كالتالي: ماصة مع إجاسة مص. تستعمل الماصة لقياس دقيقة لحجم المحلول مجهول التركيز ووضعه في الدورة. سحاحة تستعمل أيضا لقياس حجم المحلول معلوم التركيز وإضافته إلى المحلول الآخر بالتقطير حتى ينتهي التفاعل. تحمل السحاحة تدريجات بدقة 0.05 سنتيمتر مكعب. لتنفيذ تجربة المعايرة اتبع الخطوات التالية: أولا، استعمل الماصة العيارية لسحب حجم معين من المحلول مجهول التركيز وضعه في دورق نظيف. ثانيا، تحتاج أيضا إلى إضافة بعض القطرات من كشف ملون. ثالثا، املأ السحاحة بالمحلول معلوم التركيز حتى تدرج الصفر. رابعا، قم بفتح صنبور السحاحة وابدأ عملية التقطير ببطء داخل الدورق. خامسا، قم بتحريك أو رج الدورق حتى يمتزج المحلولان جيدا أو استعمل مخلاط مغناطيسي. سادسا، أوقف عملية التقطير بإغلاق صنبور السحاحة عندما ينتهي التفاعل والتي تستدل عليها بتغير لون محلول المعاير في الدورة. سابعا، قم بتسجيل الحجم النهائي للمحلول الموجود في السحاحة والذي يعبر عن حجم المحلول المضاف إلى الدورة. هذا الحجم يدعى بحجم التكافؤ. ثامنا، من أجل تجربة مضبوطة وصحيحة ينبغي لك أن تكرر هذه التجربة عدة مرات.